12 علامة مفاجئة تشير إلى أنك صاحب عقل نير. يتميز دائما أصحاب الذكاء الاستثنائي عن غيرهم، فثمة جاذبية أخاذة للغاية في شخصيتهم. ألست موافقا؟ حسنا، اتضح أن أبسط الأمور بما فيها طولك أو وزنك أو لون عينيك يمكن أن يقول الكثير عن مستوى ذكائك. هل أنت أحد هؤلاء العباقرة النادرين؟ لنكتشف ذلك معا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتشغيل الإشعارات لتكون أول من يرى جميع مقاطعنا الجديدة. 12. تفضل أن تكون وحدك. هل تفضل البقاء في المنزل وقراءة كتابك المفضل؟ أو المشي بمفردك أو الجلوس في مقهى واحتساء القهوة لوحدك؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا جيد لك. هذه هي العلامة الأولى على أن ذكائك عالٍ. لا يحتاج الأذكياء إلى الآخرين لقضاء وقت ممتع. وقد وجد دراسة بعنوان كيف يؤثر الذكاء والكثافة السكانية والصداقة على السعادة الحديثة، والتي نشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس، أن الأشخاص ذوي الذكاء المرتفع يشعرون بالراحة لوحدهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يجعلهم التواصل مع الآخرين سعداء، بل على العكس يصيبهم بالإرهاق. وفي بعض الأحيان يتحدث الأذكياء إلى أنفسهم بصوت عالٍ. نعم، إنها مجرد علامة على الذكاء وليس الجنون بكل تأكيد، أليس صحيحا؟ نعم، أنت على حق تماما. 11. تعلمت القراءة في سن صغيرة جدا. أجرى بعض علماء النفس في المملكة المتحدة البريطانية دراسة مشوقة جدا، جاءت بنتائج مذهلة. وبعبارة مبسطة، فإن الأشخاص الذين تعلموا القراءة في وقت مبكر يتمتعون بذكاء أكبر. وهذا لا يعني في الواقع أن الأطفال الموهوبين فقط يمكنهم تعلم القراءة في سن مبكرة جدا، بل يشير إلى أن القراءة الفعلية نفسها هي التي تجعل من هؤلاء الأطفال أصحاب ذكاء خارق. لذلك كلما تعلمت الأبجدية في مرحلة مبكرة، كلما قرأت المزيد من الكتب في طفولتك وأصبحت آفاقك أوسع. وبالطبع يعتمد ذلك أيضا على نوعية الكتب التي تقرأها. 10. أنت الطفل البكر في العائلة. أثبت باحثون نرويجيون من جامعة أوسلو أن الأطفال الأكبر سنا هم في الغالب أذكى قليلا من أشقائهم الأصغر سنا. وفي الواقع فإن معدل الذكاء لديهم يكون أعلى بمعدل 3 نقاط. هذا النبأ السار سيساعدك بكل تأكيد في المرة القادمة التي تتخاصم فيها مع أخيك أو أختك الأصغر، أليس كذلك؟ اختلاف الذكاء ليس له علاقة بالعوامل الجينية أو البيولوجية، بل يحدث ذلك بسبب التأثير النفسي الذي يمنحه الوالدان لمولودهما الأول. وبالطبع علينا أن نعترف بحقيقة أن الكثيرين من أعظم العقول في التاريخ وأكثرها نفوذا كانت آخر العنقود في أسرها. لذلك فإن كلا الطرفين رابح هنا. 9. أنت طويل القامة. أظهرت دراسة أجريت في جامعة برينستون أن الأطفال الأطول يميزهم عادة معدل مرتفع من مستوى الذكاء. أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة فهو أنه عندما يكبرون ينتهي بهم الأمر عادة بكسب المزيد من المال. هناك الكثير من الأمثلة الواقعية لإثبات إمكانية وجود بعض الحقيقة في هذه النقطة. ستيف جوبز ونيكولا تسلا وإيلون ماسك هم مجرد عباقرة يزيد طولهم عن 180 سنتيمتر. كما يمكن رؤية علامة الذكاء والنجاح المستقبلي هذه منذ سنواتهم المبكرة جدا، حيث يحصل الأطفال بعمر 3 سنوات والذين يكونون أطول من أقرانهم على درجات أعلى بكثير في الاختبارات المعرفية. 8. أخذت دروس موسيقى في مرحلة ما. أثناء بحثهم وجد علماء النفس من جامعة تورنتو أن الأطفال الذين تلقوا بعض التمرين الرسمي على الموسيقى لمدة 9 أشهر على الأقل يتباهون بمستوى أعلى لمعدل الذكاء من أولئك الذين كانوا في نادي الدراما أو الذين لم يشاركوا في نشاطات خارج المنهج الدراسي تماما. كما خلصوا أيضا إلى أنه قد يكون الذكاء المرتفع نفسه هو ما يجعل الأطفال يختارون الموسيقى بدلا من الأشياء الأخرى. وأنت كنت تعتقد أن والدتك كانت تعذبك بدروس العزف على البيانو المملة جدا؟ ربما ينبغي أن تشكرها الآن. 7. أنت لا تعاني من السمنة. توصلت دراسة أجريت في عام 2006 ونشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب إلى نتائج قاسية لحد ما لأولئك الذين يملكون مؤشر كتلة جسم أعلى من المتوسط. الأشخاص النحيفون هم أكثر ذكاء وفقا للإحصائيات. قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 2000 عامل خلال فترة 5 سنوات
وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الخصر الأصغر مرتبط بمستوى ذكاء الشخص، وقد يعود ذلك إلى حقيقة أن معدل الذكاء العالي يسمح لك بكسب المزيد من المال، مما يمكنك من إنفاق المزيد على العناية بجسمك وصحتك. ولكن من قال أن محيط خصرك يحدد كل شيء؟ إذا كنت تشعر بالسعادة ووزنك لا يهدد حياتك أو صحتك، فإن هذا كل ما يهم. 6. أنت لا تحب النشاط البدني. حسناً، يأتي هذا بالتأكيد كمفاجأة، خاصة بعد النقطة السابقة. توصل باحثون أمريكيون في جامعة ولاية أبلاشيان في ولاية كارولينا الشمالية إلى أن الأشخاص الذين يفضلون عمل الدماغ هم أقل نشاطاً جسدياً، وعلى العكس فإن أولئك الذين يحبون الرياضة لديهم اهتمام أقل بتعلم أشياء جديدة. يفضل الأشخاص الأذكياء الأنشطة التي تتطلب الصبر والتحفيز الذهني المستمر مثل لعب الشطرنج. وبالتأكيد فإن الأمر يصبح أكثر تشويشاً لأن الافتقار إلى النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو على ما يبدو إحدى علامات انخفاض معدل الذكاء. حسناً، لابد أن ينطبق هنا أيضاً كما في معظم أمور الحياة القول بأن الحل هو دائماً في التوازن. 5. لديك عيون زرقاء. أجريت العديد من الأبحاث حول العلاقة بين لون العينين والذكاء، وقد توصل علماء سويديون وتشيكيون وأمريكيون إلى نفس النتيجة في دراساتهم المنفصلة. الأشخاص ذوي العينان الفاتحتان أكثر ذكاء من أولئك الذين يملكون عينين بنيتين أو داكنتي اللون. عادة ما يكون الأشخاص ذوي العينان الزرقاوان أفضل في المواقف التي تتطلب التوقف وتحليل كل شيء يحدث بدلا من التفاعل معها. ولكن لا تدع نفسك تصاب بالإحباط لكونك تنتمي إلى المجموعة التي تمتلك عينين داكنتين، فأنت تمتلك قوتك الخاصة. الأشخاص ذوي العينان البنيتان جيدون في المواقف التي تملي عليهم التصرف بسرعة، مما يجعلهم على الأرجح بارعين في الرياضة. 4. أنت حساس للغاية للضوضاء. إذا كان صرير الأرضية أو صوت قرمشة رقائق البطاطس أو حتى صوت النفس العالي يشتت انتباهك بسهولة، فأنت على الأرجح أكثر ذكاء مما تعتقد. وجد علماء من جامعة هلسنكي علاقة قوية بين القدرة على خلق أفكار مبتكرة وفرط الحساسية لأي ضوضاء في الخلفية أو أصوات مزعجة. وفي الواقع هناك كلمة خاصة لهذا الشيء وهي ميسوفونيا. المشكلة كبيرة وأكثر خطورة من مجرد كراهية للأصوات. إذا تناول أحدهم رقائق بطاطس بالقرب من شخص مصاب بهذه الحالة فإن نشاطه الدماغي يتغير. ولكن ماذا لو تناول هؤلاء الأشخاص أنفسهم رقائق البطاطس؟ هل يثير ذلك أعصابهم أيضاً؟ 3. إصبعك البنصر أطول من السبابة. عمل معاً باحثون وأطباء من الجامعة النرويجية لإجراء بعض الدراسات المثيرة حول القدرات المعرفية وطول الإصبع. ووفقاً للأبحاث فإن الأشخاص ذوي البنصر الطويل يميلون إلى أن يكونوا جيدين في الرياضيات والتفكير المكاني، ولكنهم يفتقرون إلى المهارات الكلامية، فيما يميل الأشخاص ذوي السبابة الأطول إلى أن يكونوا أفضل في المجالات الإنسانية مثل اللغات والأدب. كما استنتج باحثون من جامعة كامبريدج أن نجاح الشخص في أي مجال مالي أو تجاري يمكن تحديده بسهولة من خلال طول أصابعهم. مرة أخرى، الإصبع البنصر هو الذي يصنع الفرق. عادة ما يكسب الأشخاص الذين يزيد طول إصبعهم البنصر عن السبابة الكثير من المال. أعتقد أن هذا هو السبب في أنني لست مليونيرا. هيا أيها البنصر، عليك أن تنمو. الإصبع المطاطي. 2. تخاف بسهولة. أثبت علماء من كلية علم النفس في إسرائيل أن الأشخاص الأذكياء يميلون إلى أن يكونوا متشائمين ويتخيلون جميع أنواع الأشياء السيئة التي قد تحدث لهم. وعلماء النفس هؤلاء على يقين من أن الأذكياء يحللون الأحداث الماضية بشكل هيكلي أكثر، ويولون اهتماما بكل التفاصيل التي من الممكن أن تؤثر على مستقبلهم وتحدده. لذلك فإنه سيف ذو حدين في الواقع. الأذكياء مهيئون عقلياً لمواجهة جميع التحديات المستقبلية، ولكنهم يعيشون تحت ضغط مستمر. أن تكون ذكياً بالتأكيد ليس أمراً سهلاً. 1. لسانك وسخ بعض الشيء. أعلم أنه أمر مثير للدهشة، ولكن اللسان الوسخ هو في الواقع إحدى علامات ذكاء يفوق المعدل. والمنطق وراء ذلك هو
أن الأشخاص ذوو اللسان الوسخ لديهم مجموعة واسعة من المفردات ويريدون استخدامها على أكمل وجه، ولكن كفانا مزاحا ولنتكلم بجدية. يربط عادة المجتمع اللسان الوسخ بضعف في الثقافة، ومع ذلك ليس هذا هو الحال بالنسبة لعلماء النفس في كلية ماريست في نيويورك، والذين وجدوا أنه كلما كان الشخص أكثر ذكاء كلما كان لسانه أكثر وساخة. ربما لن تكون الكلمات البذيئة ممنوعة في المستقبل، من يدري؟ كم واحدة من علامات الذكاء التي ذكرناها توجد لديك؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه، ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك وعائلتك لمعرفة ما إذا كانوا سريا عباقرة أيضا. وتذكر دائما أن تبقى على الجانب المشرق من الحياة. نراك قريباً.